ماضي ساعتين و14 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد في 90 دقيقة البرمجة الخاصة. طبعا مواصلين حتى المرة ثلاثة مواصلين مع الفريق سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي، يلتحق بنا الناشط السياسي والحقوقي عبد العزيز المزوغي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. مرحبا سي عبد العزيز. بعد شوية يلتحق بنا زاد السيد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، نحكي أكثر في الجبهة المرتقبة لمساندة مشروع الرئيس قيس سعيد. اقبل ومباشرة نمشيو الآخر التصريحات وردود الأفعال اللي جينا من حركة النهضة. راشد الغنوشي زعيم الحركة يصرح لفرانس بريس ومن ثم الكوريرا دالا سيرا الصحيفة الإيطالية المشهورة ببعض الأقوال الخطيرة تقول طارق الكحلاوي. نستمع ليه قبل كل شيء قال عند الطليان. I am Rashid Ghannouchi, the head of the Tunisian Parliament. What's going to happen? How Europe can help you in order to solve the Tunisian question? By using any pressure to help Tunisia to go back to the democracy and to open the parliament which is closed by the army, by the parliament, president of the government, the parliament. If the situation, the lack of democracy is going on, Tunisia will be threatened by the chaos, total chaos, which will affect all the Mediterranean countries and Algeria and the Libya. I'm extremely believe that Tunisia and Europe, especially the south of Europe, you mean Italy and Italy, France, are on the same boat. So the same fate. هل مر الغنوشي للتهديد الدولي إذا لم يتم استعادة الديمقراطية في تونس في أسرع وقت ممكن؟ هذا شقال، فسوف ننزلق بسرعة إلى الفوضى، يمكن للإرهاب أن ينمو وزعزعة الاستقرار ستدفع الناس إلى المغادرة. على أي حال أكثر من 500 ألف مهاجر تونسي يمكن أن يحاولوا الوصول إلى السواحل الإيطالية في وقت قصير جدا. هكا تقريبا يحذر بن ظفرين راشد الغنوشي السلطات الإيطالية ويقول إنه ليبيا والجزائر كذلك باش يكون لهم أثر من هذا الانقلاب حسب تعبيره. طارق الكحلاوي بسرعة في تصريح الغنوشي تهديد تحذير وإلا كما يقول البعض رقصة الديك المذبوح. شوف نحن نعتبرها تصريحات خطيرة جدا لسبب التالي نفسر عليش. يعني كي انت تجي تقول أنا ضد الإجراءات هذه ونعتبرها انقلاب وباش ندعو الشارع للنزول، هذه حاجة أنا كطرف سياسي عندي قواعدي باش نمشي في إطار سلمي ونعمل تحركات وتتترى يكفلهولو القانون والدستور ويلزم تقعد الحريات موجودة حرية الفردية والعامة. وبالرغم من أن نعتبر التهديد بالشارع أولا غير ممكن لأن ورى للشارع النهضوي لم يستجب للقيادة الحالية بالنسبة لنا، هذا اهترأت داخليا وغير قادرة حتى أنها تعبأ الشارع، لكن أيضا يهدد حتى السلم العام. يعني حتى بالمنطق الحكمة السياسية في بيننا وخرنا وقالوا راهو ما عادش باش يهبطوا ناس الشارع لأنه مش فقط غير قادرين بأنهم يعرفوا اللي هي مأزق وطريق مسدود. لكن الانتقال توا تحت عنوان الاستشراف السياسي للتهديد بهجرة ولا بأنه 500 ألف حارق البارانويا وأيضا، وأيضا بالحديث على الرهاب تو انتقلنا لمستوى آخر. انتقلنا ونعتبر التصريحات هذه تعبير على حقا عندي راشد الغنوشي فعلا انتهى سياسيا ولا خطر حتى لما تبقى من حركة النهضة ولا خطر حتى على مستقبل الممكن للإسلام السياسي أنه يتنظم ويكون موجود كيف غيره من الأحزاب، لأنه التهديد هذايا هو تهديد يخص الأمن العام للبلاد. دولة الاتحاد الأوروبي واضح من البيانات سواء متاع الألمان والفرنسيس متاعها وكقيس سعيد عندك مرحلة انتقالية متاع شهر ولا اللي هو كملها ومن بعد أرجع للمسار الديمقراطي. لكن هذي شنو معنات يا تلين يا فرنسيس يا ألمان، واختار باش يقول هذا تحديدا لتلين، ما نعرفش شكون نصحه النصيحة هذية على أساس أنها حاجة ذكية نقول تلين بالذات. أما هو تقريبا معناتها يا تلين استقواوا علينا بوسائلكم تاع الاتحاد الأوروبي باش توقفوا الشيء اللي صاير. هو دعوة مباشرة
للتدخل الخارجي المباشر في تونس، وهذا خطر، وهذا يعكس فعلا من ناحية سياسية إفلاس واضح، لأنه كي تبدأ معاش عندك وسائل وأوراق وتولي تدعو الخارج للتدخل المباشر وتستعمل أيضا تقول ربش يصير إرهاب، الخطر نحن رأوا الإخوان في مصر إذا كان عملوا خطأ أساسي هم وقت اللي قالوا ربش يصير إرهاب إذا كان نحن نتحاهم السلطة وحتى رواحهم على مستوى حتى البرسيبسيون جنرال في البلاد أنهم هم مسؤولين على إرهاب. سفيان بن حميدة، في ربط حتى بالعمليات الاستباقية للحرس الوطني البارح في العاصمة تونس، ما أخزن احنا قبل عندنا سنوات نقولوا او ان محترزين من الاسلاميين ونقولوا عليهم اللي راو الانتماء متاعهم للدولة التونسية لتونس انتماء مهزوز لاسباب فكرية وايديولوجية وارتباطاتهم بالحركة العالمية للاخوان المسلمين. في الأزمات ونحن في قلب الأزمة للأسف يعطيونا أدلة لتأكيد هذا الرأي، لأنه أنا قبل توا رجل غنوشي رجع الكري فما موقف سلمى صمودي اللي دعا إلى عدم إلى وقف المساعدات الطبية للشعب التونسي من قبل أمريكا واللي يعتبروه البعض خيانة عظمى. يعطيك الصحة، يعني وقت في الأزمات يظهروا أنه ما فماش انتماء للبلاد هذه. حكمي رجل غنوشي شي يقول قبل حياتك يا تونسي، أي رجل غنوشي شي يقول راهو رانا نجموا نحركوا الإرهاب والإرهاب هذايا عنده تبعات على تونس وغير تونس، وراو أن فرنسا وإيطاليا يلزمهم ياخذوا بالهم يرجعونا للحكم ما كانش، راو هما جايتهم موجات من الهجرة غير النظامية وصلت إلى أنه يعطي أرقام خدم على الهاجس نتاع الإيطاليين الهاجس الأمني اللي يقول وصل يعطي أرقام 500,000 تونسي كذا، يعني في مخه أكل 500,000 اللي صوتوا له عام 2019 مش يهاجروا هذوكم الكل مش يهم شي خرجوا معاه اش خص عبد العزيز المزوغي عبد العزيز المزوغي رأيك في هذا التصريح الخطير والخطير جدا من العادي انه تستغرب بربي علاش تو عندكم 10 سنين تستغربوا راهو راشد الغنوشي اخواني الحكاية هذه آسف جدا سي عبد العزيز باش نواصل معاك وباش يكون لك طبعا كامل المساحة للحديث، لكن قبل خبر يقولوا لي عاجل وشبه مؤكد زيدوا تأكدوا لي، لكن حديث كبير من قبل هوني زوجة ياسين العيار، يقولوا لي السيدة سيرين الفيتوري ايبوز عياري حسب الفيسبوك متاح، وننقلوا هوني بكل حذر الخبر ونحن قاعدين نتأكدوا توا من ربع ساعة يا جماعة، دونك ننقلوا بكل حذر بشدة. وكان عندك سي زهير المغزاوي أكد لنا أو انفينا زوجة النائب المجمد ياسين العياري تؤكد أنه توا تم إيقاف النائب ياسين العياري، نزيدوا نثبتوا يا عيشكم، نعرفوا لي الأخبار هذه حساسة وحساسة جدا، نحاولوا الاتصال به توا من أكثر من 20 دقيقة ما رجعش في الوقت الحالي، هذا اللي هبط على الفيسبوك من 14 دقيقة ونحن نحاولوا نتأكدوا، دونك بكل حذر وبكل ان شاء الله تكون الاخبار هذه طبعا دقيقه، نقول لكم راهو توا هذا الاخبار اللي جانا من زوجة ياسين العياري، فلنتاكد يعيشكم، فقط حبينا نسوق لكم ونسوق الاخبار هذه بكل حذر. تفضل سي عبد العزيز، نوع من الرجه الحقيقه، انا هوني تحت وقع صدمه نوعا ما ما كناش متوقعين. علاش صدمه كي توقف العياري نائب كان من النواب اللي نعتبروهم بالدونور دالرت، كانوا تعرف في التحقيق وفي المحاضر يقولوا وتحسن بالفرار، احنا ولينا متحسنين بمجلس نواب الشعب حاملين حسنة باش ما يشدوهمش، مش معقول راهو دخلنا عندنا في منطقة كبير ياسر تاع عندنا تو انت تقول لي راجل الغنوشي وعمل تصريح وكذا، هذيك الطبيعة تاع الحركات الإسلامية فماش بيه. انت 10 سنين تو راجل الغنوشي يروح لتونس ومشى بن علي والى اخره، والشعب التونسي قال له اخويا تفضل واحكم وريني، وكانت عندهم راحه وكذا ما نجموش،
بينوا بالكاشف اللي ما همش قادرين يتصرفوا إلا كجماعات وكناس معناها متاع انقضاض على السلطة. ولذلك ما أنا ما يستغرب. مع تجديد سي عبد العزيز في اتصال مباشر مع زوجة ياسين العياري، تأكد لنا في المكالمة هذه أنه تم إلقاء القبض على ياسين العياري، إيقافه من قبل الأمن، مازلنا ما عندناش الخبر الرسمي طبعا، تقولنا ما نحبش نتدخل، لكن أكد لكم اللي تم إلقاء القبض على ياسين العياري. ماذا يحصل، ماذا يحدث في الساعات هذه في الدقائق واللحظات الحاسمة والفارقة، نحاول نمدوكم بالخبر لحظة بلحظة. سي عبد العزيز لو ترجع معايا يعيشك لتصريحات راشد الغنوشي في قراءة، خلينا نقوله صريحة، ماذا قال؟ يا تسيبونا نحكموا يا باش نسيبوا الإرهاب، وإلا قال حذاري من المساس من المسار الديمقراطي، وإلا الشعب التونسي لن يسكت وستكون الفوضى العارمة. هم اللي فسدوا المسار الديمقراطي. المسار الديمقراطي كان ماشي على روحه. ساعة أولا عندنا 10 سنين الشعب التونسي يتحملهم 10 سنين وراهم مازال راهو، حتى إذا كان تقع هو ماشي في باله باش يعمل حرب أهلية باش يربحها، حتى حرب أهلية ما يربحهاش. وخلي أخوي تتفضل، إذا كان مفروض أنه السيد هذا يحب يعمل حرب أهلية مرحبا به. أما الشعب التونسي مصر على أنه ما رافض الناس هذو، ما عندهمش شرعية وما عندهمش مشروعية. علاش ما عندهم شرعية؟ أنت باش نعطيك مثال بسيط ياسر، في الانتخابات الأخيرة الرئيس نتاعهم راشد الغنوشي وما أدرك جاب أقل من 20%، يعني فما 80% في تونس العاصمة ما صوتولوش، ولا رئيس مجلس النواب بعملية تحيل، تحيل على معنى الفصول نتاع قانون الانتخاب القانون الجنائي. يعني شيء مهول. جاو تحيلوا هو وسي اسمه القروي فهمتني ب 17%، ولا رئيس واحد ولا يحكم كأنها العزبه نتاعو يحكم فيها. توا كان يحكي الراجل، كان نسمع في اذاعه اخرى وليد جلاد قال هم وسبع من الناس يحكموا في المكتب في المكتب المجلس، هذا نائب ونائب من قالها في مكانك من هاري لا ونائب وكان مع تحية تونس، يعني ماهوش مضاد تماما. عبد العزيز المزوغي مواصلين معاك، شكرا الكل من طارق الكحلاوي سفيان بن حميد، لو تحبوا تتفضلوا تقعدوا مرحبا لي، لانه الاخبار اللي قاعده توصل وتتوافد راهي اخبار خطيره، نحاولوا نفهموها اكثر فاكثر. نستقبلوا سيد زهير المغزاوي من عام حركه الشعب، اهلا وسهلا بك. فاصل صغير ومواصلين. ساعتين ونص على اي اف ام، مواصلين في البرمجه الخاصه. الخبر العاجل ننسقوه الحقيقه ننقلوه بكل احتراز وحذر. حسب الصفحه الخاصه بزوجة النائب المجمد ياسين العياري، تم ايقاف هذا الاخير منذ دقائق، لكن كما قلت مازال ما فهم حد شيء مؤكد. هذا فقط اخبار جاء على صفحة زوجة ياسين العياري، الصفحة ما يجب فيها في حد ذاتها، يعني تنجم تكون الصفحة صحيحة وإلا مش صحيحة. لكن بعد الأمر الرئاسي صادر البارح برفع الحصانة رسميا وقانونيا عن كل النواب واللي في حقهم خاصة بطاقة جلب وتفتيش، منهم ياسين العياري، لكن منهم صاحبي سمارة سيف الدين مخلوف وغازي القروي وغيرهم وغيرهم والخياري ومهر زيد اللي توا سيعيطولو، نجم نتوقع أن الخبر هذا يؤكد ويصبح رسمي بعد لحظات. طارق، بعد صدور الأمر في الرايد الرسمي البارح كانت هذه معناتها خطوات متوقعة، واللي يظهر لي هو يعني وزير الداخلية المكلف تسيير وزارة الداخلية هو بالمهام الأولى متاعه هذايا شبه مؤكد. توا يأكدوا لي أن صفحة أمل وعمل الحزب أو الائتلاف المكون من قبل ياسين العياري وزملائه يأكدوا حسبهم هم بين ظفرين تم اختطاف ياسين العياري، نفهموا من هذا ضمنيا أنه تم إيقاف. شوف هو عبر أكثر من مرة في بالي في صفحته قال أنا معناتها مستعد نرفع الحصانة، وأعطيه يظهر لي حتى الأدريسة متاعه المرة اللي فاتت 25 جوي في الليل، أعطيه قال هاي الأدريسة متاعي وأنا موجود. تبقى خلينا نكون واضحين زاد هنا، تطبيق القانون اي، لكن في نفس الوقت يلزم يتم بشكل حذاري. يبدو زوجته قالت بعنف والاخره، يلزم تطبيق القانون بشكل حذاري وبشكل كذا. هو مستعد قال يمشي للسجن دونك يهزوه عادي والايقاف يعني للتحقيق ويتحقق معاه اذا كان يلزم، ومن حقه شو قضيته طارق هي من حقه. يبدو هو عنده حكم سابق من القضاء العسكري يتشاف زاده، ومن حقه مرة أخرى نأكد من ضروري يلزم هذا يرى. وشوف كي نقولوا راهو التحولات هذه صايرة والمسار هذا طبيعي وديمقراطية فاسدة واللي صار هذا كان متوقع، في نفس الوقت يلزمنا نقولوا يلزم زاده يتم كل شيء في إطار القانون.
به المحكمة العسكرية في حد ذاتها هي مسألة نجم تكون فيها نوع من اللبس. إيه هي المشكلة هي قانونية راهو قانونية، لكن أنا قلنا أكثر من مرة يلزم المدنيين يتحاكموا في محاكم مدنية. قلنا كذلك زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، الحركة الداعمة لمشروع قانون ومشروع قرارات رئيس الجمهورية. سي زهير ساعة الخبر هذية كيفاش تتلقاه؟ تو أصبح شبه مؤكد أو حركة أمل وعمل في تدوينتها شنو قالت؟ عادي يعني هو ثم نواب في المجلس فيهم عندهم قضايا دونك ترفعت الحصانة باش يطبق القانون. دونك أنا نقول كما قال طارق يطبق القانون باحترام وبحذافيره يعني وعادي. ولو محكمة عسكرية اللي أصدرت في حقه موضوع ثاني هذا قديم قضية القضية قديمة. إيش مدخل هذا في هذا يا موائل؟ إيش مدخل هذا في هذا؟ مبدأ إيش أراه رفع الحصانة؟ اسمعني خلينا نتفاهموا على حاجة. رفع الحصانة نورمالمون كل جهة قضائية تطلب من المجلس باش ترفع الحصانة على الإنسان باش تشوف معاه تبحث معاه نورمالمون يلزم يقع. احنا دخلنا في منطق اللي يبدا نايب الكتل اللي فيهم هو والكتل المتحالفة معاه ترفض رفع الحصانة. اما رفع الحصانة راهو بارتو والناس فما ناس هو بيدو كان يقول ان ارفعوا لي الحصانة خلينا ندافع على نفسي. راهو ماهوش معقول السيد اللي وصلنا له. المجلس ما عندوش الحق باش يقول هذا عنده الحق ولا العسكري. راهو العسكري حتى توا راهو كانت العباد الكل كل قضية فيها واحد عسكري تمشي القضاء العسكري. توا تبدل القانون راهو وماهوش يمكن ماهوش حاجة باهي. سي زهير ننتظر موجة أخرى من الإيقافات ممكن أو من الجلب خلينا نقول. لا أنا ما عنديش معطيات ولكن منتظر يعني هو المسار هذا اللي بدأ نهار 25 جويلية كان ما تقعش فيه إيقافات ما يوجد مسار. أحد الشعارات الكبرى فيه هو مقاومة الفساد. شعب سميها انتفاضة ولا ثورة ولا شنو اللي صار نهار 25 جويلية كان ضد الفساد والإفساد والديمقراطية الفاسدة واللي حصل في البلاد ثلاث سنوات الفرط. طبعا احنا مع الإيقافات في طرف في كنف في القانون مش المحاكمات الشعبية المحاكمات القضائية العادلة ولكل واحد يتحمل مسؤوليته. الوقت هذا كانوا هذو الناس كانوا مستعملين الحصانة النيابية كوسيلة للإفلات من العقاب. شو هذا اللي بيوقفوه؟ هو قال لك نوقفوه بصفة حضرية. شكون قال اللي موقفوش بصفة هو حضرية؟ ليه هو ما عائلته قالت ليه حضرية راه جا وحده كيعيطوا له راه راجل الخياري من لا وقفوا حد ولا جابوا حد قالوا له ايجا تعدينا كي تقول عائلته حاجة يجب ناخذوها بعين الاعتبار. كي قالت زوجته ناخذوها بعين الاعتبار مش ما نسمعوهمش ليه ما نقولوا راه زوجته قالت إيه لو زوجته هذو مجمع اللي معاه نقولوا راه اللي قالت عليه زوجته مفروض نقولوا لقوات الامن هل صحيح ولا لا وماذا بينا اذا كان صارت ايقافات تصير بشكل حضاري فقط. بربي حسب رايك قوات الامن يجي الواحد تقول له تفضل معنا يقول لها مرحبا ويمشي معها فما ناس تعمل هيك لا ما نتصورش لا لا فما ناس لا فما ناس شد الصحيح اللي ما تحبش تمشي اي والله اللي ما تحبش تمشي هذاك بالسيف هو قالوا حسب قالوا ما فماش اذن قضائي دون تو لي كا يلزم تصير المسائل هذه الكل دون لي ريغل دولار. هذا هو انت محامي سي عبد العزيز تعرف الحاجات هذيا دولار هل الناس الكل اللي قال لك اختطاف تو هذا طبقوا عليه قالوا اختطاف اي ما اذا كانت تصير خارج بدون اذن قضائي وكذا ما هو شايف دوتولي كا هذا كان متوقع يلزم يصير في الاطار الحقوقي ديما عندك البالانس راهو يلزم فما يلزم تتقال طبعا اذا كان فما شكل تقال اذا كان هو مطلوب للواحد على روسي مش على راسه ريشه كيف وكيف بقيه الناس يتحق معاه كهو عادي اما دون لي ريغل دولار عنده حق في محامي عنده الحق في اذن قضائي والى اخره. وانا راهو يا ويل باش نقول لك حاجه انا راني مبدئيا راني ضد الربطيات ولكن هما الربطيات فاتح الحبس 10 سنين في يد رجل الغنوشي. رجل الغنوشي اللي يتغشش عليه يربطوا زهير بما فيهم مش اسمه زهير المغزاوي لو تسمحوا واهو نحن متابعين راهو العمليه هذه الصايره في اللحظات ممكن اللي تكون فارقه في تاريخنا المعاصر. زهير المغزاوي في تصريحات راشد الغنوشي فما تصعيد فما تهديد يقول طارق شوف انا جيت على خاطر انا استفزوني انا طلبت باش نحكي في الموضوع هذا والصباح انا شوف اتصلوا بي بعض التوانسه متقلقين وفيهم شكون خايف وانا نحب نقول التوانسه ثلاث كلمات ولا اربع كلمات لا اكثر ولا اقل. نقول متذكر ورشة الغنوشي وهو امام باب البرلمان فجر 26 جويلية كان يستجدي الدول العظمى وكان يستجدي بين ظفرين ما يسميه هو بشعب النهضه لم يستجب له اي احد. نجم زيد نعطي معطيات اكثر انا ولك راشد الغنوشي الصباح فجر الفجر هذاك اتصل هو هاتفيا في شخصه بكل الكتاب العاملين لحركه النهضه في الجهات وعاد الاتصال بهم تقريبا مع 6:30
يطلب منهم باش يهبوا لنجدته باش يدخلوا للبرلمان باش يحولوها رابعه ولا شنو كيما على طريقه السيناريو المصري، ولكن ما جا حتى حد. زيد ناكد لك اللي هو وزعوا حتى الفلوس على انصاره باش يتحولوا، ولكن ما جا حتى حد. دونك انا نقول للتوانسه ما تخافوش ما حد شيء. والتهديدات هذه اللي يحكي فيها بكري راه هو لا يواجه الان نظام ديكتاتوري ونظام استبدادي. اللي خرج نهار 25 جويلية واللي مشاو المقرات حركه النهضه هم شباب تونس، هم ابناء تونس، مش النظام اللي خرج. خرج الشعب في مواجهه منظومه، اليافطه نتاع المنظومه هذه هي حركه النهضه، ولذلك استهدفت هذه اليافطه. نقرا توا حتى المصمودي هذا اللي حرض على تونس، في حرض في الامريكان على تونس، هوك عامل تدوير من واشنطن زاد لا عامل تدوير حتى تو. مش من تونس، الاسلام الاسلام والديمقراطيه عامل تدوير كان نزل كل انتم راكم جبتوه 20 مره عامل تدوير توا، عامل تدوير توا يحكي هبطنا مسيره فيها 200 الف ومستعدين نهبطوا. نقول له ماكش قادر تهبط حتى 500 ونتحداك، ونتحدى رشد العنوشي يهبط 500 توانسة كما تعرف الكواليس وفي القعدات وفي المقاهي. خلينا نقولوا سي زهير يهبطهم توا 500 للشارع. سي زهير تعرف التوانسة كانوا متخوفين، يقول لك بعض التنظيمات ومنهم الجناح السري وإلا الجهاز السري للحركة قد يكون له ولديه من الأسلحة ما يكفي لبث البلبلة في البلاد. شو تقول؟ هذا المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية يجب أن تكون على يقظة كبيرة ومعها المواطنين، لأن الخطر الإرهابي موجود قبل، وربما درجات هذا يعرفوها الامنيين والمؤسسات تعرفها اكثر. اما اعتقد هكا بالتحليل ان التو في المرحله هذه الخطر اكبر. كي نسمعوا في ليبيا بعض مش نحكي على الموقف الرسمي الليبي، نحكي على التنظيم الاخوان المسلمين في ليبيا وقد يتحدث المشري ويهدد يعني في الوضع في تونس ويعتبر الموضوع هذا انقلاب، فلا نستغرب اي شيء. هكا وحده الموقف، وتراجعت ليبيا عن الموقف المشتت هذايا وقالوا بصوت واحد نقف وراء تونس الجديدة. طبعا احنا نحيوا الموقف الرسمي الليبي، نحكي على الموقف الرسمي الليبي اللي ساروا البارح السيد رئيس وعبروا على مساندتهم وغيرها، ما نحكي على بعض المجموعات صحيح. الليبية المتطرفة المرتبطة بالاخوان المرتبطة بالنهضة وكذا اللي اعطت مواقف متطرفة، اللي هذيك اليوم هي قاعدة الارهاب في ليبيا، وبالتالي على قواتنا المسلحة وعلى كذا والجيش الوطني يبدأوا يقضين هذا الموضوع. لو كان حبيت نقوله شنو حبيت نقوله، هذا مسار صار رئيس الجمهورية كان ما تخرجش نهار 25 جويلية وخذ الإجراءات هذيك الدستورية، كان ما خذاش الإجراءات هذيك يمكن العباد راهم مشاو لديار النهضويين، هو حماهم من الغضب الشعبي واتخذ الإجراءات نتاع اللي هي استجابة لإرادة شعبية. إذا كان مش الناس في الشارع ما كانش يعمل قيس سعيد الشيء هذاك، وقيس سعيد اليوم مطالب أن يكمل هذا المسار من الديمقراطية الفاسدة التي أرهقتنا وأرهقت هذا الشعب وجوعته، والناس اللي هاجرت اللي كل يوم بتموت في البحر هاجرت لان 10 سنين عجاف بتاع حكم الغنوشي في البلاد، لان فقروا الناس وجوعوهم. بربي بربي سامحني، وقت اللي كان سي لطفي زيتون اللي هو تو معتبر من منشق على النهضه من لا لا سنتين. لا عليك من منشقتي اسمعني، انا مش نحكي لك ايش كان يحكي قبل. هذا راه بتاع فتح مكه وبتاع اعتصام التلفزه وكذا. وكان يحكي في في التلفزه مش في في الحكايه اللي انا قال يا اخي في بالكم كان الشعب باش يجي ضدنا ولا الناس باش تقوم ضدنا، اخواننا الليبيين واخواننا وقتها هما الكل يحكموا في المنطقه هذه باش يخليهم. معناها هو وقتها طارح نفس الموضوع انه باش يستجدي بالقوى الارهابيه اللي موجوده كانت في ولذلك هذا مش غريب عليهم انه يجي. وهذا راهو من في السياسه هو عنده الحق باش يخوف التلين وعنده الحق باش لكن هو ما احنا ما يلزمناش ندخلوا في الوحده هذه ونكبرها اصوات ونكبرها. استنى بشوي، واحنا راهو ما فما حتى واحد عمل حرب اهليه وربح، الجزيريه عملوا حرب اهليه خسروها، سوريا عملوا حرب اهليه خسروها، ليبيا يعملوا حرب اهليه يدمروا البلاد لكن ما يربحوهاش. ولذلك انا ارى انه كان يدخل في منطق الحرب الاهليه راهو في نهايه الامر باش يكون هو الخاسر. ما يمكنش. وهذه 25 جويلية احنا سي انا واحد من الناس سي قيس سعيد لا نعرفه لا يعرفني لك جيت معاه لكن وقت ياخذ قرار باهي في فيت البلاد الناس كل بالطبيعه باش تقول وي سي خاطر الناس الكل كانت تعيط له يا سي سعيد يا كذا وقف هالتيار راهي البلاد ماشي للهاوي راهو كذا استجاب وعمل حاجه. راهو قال دوغول قال لا فرانس معناها الوطن قبل ومن بعد الدولة ومن بعد القانون.
لانه حكايه كونستيتيوناليتي ويدخلوا هكذا دستوريين من نوع سي عياض بن عاشور الله يهديه وبرا كل مره يدخل في عياض تخذ البلاد عطاوه رئاستك اللجنه قام من قامت لا قام ولا فك عليكم يا ولدي مثل ما الواحد يزيو وتعلموا توانسة ويحكموا على العباد كما هم لا قام ولا حتى شيء حتى شيء هو رايك أستاذ رايك هو أستاذ هو سمحنا هو أستاذ شو قام قام تاجخي بالميزان الهيئة ما بعد الثورة هو ظهر لي يمسك زمامها يا ولدي هو اللي هرت البلاد سي زهير في التأسيسي في التأسيسي 2012 كتب مقال في لابريس نجم استقالته قال إذا كان يفوت التأسيسي عام فهو خرق الدستور والجيش هو اللي يمشي يحكم فهمني هذا قبل سنة هذا قبل مشهور في 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 2012 دونك المسألة مش معناتها حتى للتوانسي لازم يفهموا المسألة مش مسألة دستورية هذا فصل 80 طبقوا رئيس الجمهورية تيري بار لو شوفو توسع فيه شوية هذه كل حكايات يمشي يحكوا فيها الخبراء تاع القانون الدستوري رئيس الجمهورية استجاب لإرادة شعب تقمع هتكت أعراضه جاع أولاده هزوه في كردونة هم ميتين في السبيطارات هزوهم في كردونة ناس مش لاقي دبوزة أكسجين وحكومة تحوس في الحمامات الماء مقصوص الماء مقصوص الضوء مقصوص الناس مخنوقة ورئيس الشورى النهضة يخرج يطالب بالتعويضات فساد حزب وظيفي يتعامل مع كل لوبيات الفساد أنا البارح قلت حتى في وسيلة إعلام لرجال الأعمال قلت لهم رأوا البعض ممكن ندفع أكثر في العشر سنين هذية أكثر من لازم يدفع للدولة لأنكم خلعتوا الابتزاز وفساد وكذا دونك الشعب كو كما خرج في الفيو يا خشنا مش ثورة في 2011 ثورة ضد الاستبداد والظلم هذه ثورة ضد المسار السنوات الأخيرة بالله ملاحظة على الدستورية النظام النظام التونسي الكل من عام 56 مبني على عدم احترام الدستور وقت البي عيط المجلس التأسيسي تعرفش عيط له عيط له باش يعمل دستور لمملكتنا عملوا جمهورية وقت يتنحى بن علي كان من المفروض أنه إذا كان تحبوا نحترموا الدستور بعد شهرين نعملوا انتخابات رئاسية ما تعملتش ولذلك الحديث هذا اللي يجيوا هذا هالقامات اللي انت مسميهم قامات واللي انت ربما ما تعرفهمش مليح فماش واحد راهو في القانون الدستوري فما 20 ألف مليون قامة في العالم وهذا حتى في الفصل 80 الفصل 80 مادام فسدوه هما ما عملوش المحكمة الدستورية ولا جائز انه يعمل رئيس الدولة يولي هو الوحيد باش يفسر سني بن عاشور على نفس الخط من عياض بن عاشور سني بن عاشور ما تعتبرهاش مثلا من القامات زاد في القانون الدستوري عياض ما هوش قامة ما نعتبر حتى واحد قامة باهي يا سي عبد انا انسان ما نعتبر حتى واحد قامة الناس بافعاله ومن فعل كما قال سي زهير لنتجاوز الموضوع اللي قاله سي زهير انه الموضوع اليوم ليس دستوريا فقط انه تاريخي لقد وصلنا لمدى العفن نكهة وفي سفيني باستا هذا الموضوع وذلك عليش لو طرقنا للموضوع الدستوري يومين فقط نهار 32 كنت أذكر يا طارق قلنا صحيح ممكن نقرأوها التجاوزات خروقات لبعض ما جاء في الفصل 80 لكن كان ناخذ لب الموضوع ولب التاريخ نلقاو اللي اليوم مش هذا هو الموضوع لكن الضمانات لجردفو متى سنفعل مؤسسات من جديد بأي آلية بانتخابات جديدة اللي بيشهد منهم بس هذا يوم قيس سعيد كان عامل ضمانات ولا عامل مخيب بندية في مجلس النواب سمح نتجاوزوا نظام يا ولدي لا أفسد أوضاع بنظام لا لا ممكن باش يخلق القانون أقل فساد مهما كان النظام اللي باش يأتي أقل فساد من النظام القائم. المرحلة الجاية الجبهة المساندة لمشروع قيس سعيد واللي ناديت لها ودعيت لها سيد أمين عام حزب حركة الشعب المساندة الأول والوحيد الثبت على موقفه من عامين اليوم مع الرئيس هاوش نقوله لك أفاس بكل وضوح اليوم أنتم لما ينفر في العملية شوف بالنسبة للرئيس الجمهورية احنا رانا نسانده في القيم التي مش علاقة مثلا شخصية بقيس سعيد ولا غيره احنا سنددنا مجموعة من القيم ربما بعضنا ما امنش بها او شافوا متردد او كذا ولكن احنا نعرف الرجل وكنا متأكدين انه سيدافع على تونس وسيكون في مستوى الامانة نتاع التوانسة اللي عطوا ثقتهم من في هذه الجبهة وشنو خلي يعني يقول رد الرئيس على هذا هو ما نجموش من في هذه الجبهة وهذه مفتوحة للناس اللي حبوا يسندوا الرئيس يعني احنا انت بسلطة حق سي عبد العزيز انا معاه مدام ماشي في الطريق انت بسلطة حق شوف عدنان الحاجي قال سألت حق لا لا هو عدنان الحاجي كانوا موجودين البارح معنا بالضبط في الاجتماع شوف احنا ما عملنا جبهة باش نوضح المسألة احنا عملنا لقاء بتشاوري بين مجموعة من الأحزاب المساندة للقرارات تاع رئيس الجمهورية والهدف هو حماية هذا المسار
الهدف مجموعة ستة ولا سبع حزاب ومفتوحة للجميع لكل الناس. ويعني دونك احنا اليوم ثم مسار من منين به إصلاحي باش يصلح الأوضاع ذي، باش يهزنا الديمقراطية سليمة عوض الديمقراطية الفاسدة. وقتاش باش يستأنس بكم الرئيس؟ اليوم الكل يتساءل بعد الرئيس هذه مشكلته، هذه مش مشكلة بعد ما استشار المنظمات وإلا خلينا نقول أعلنوا. أنا لا أريد أن ننتظر الأحزاب. أنا ما نحبش نسلط ضغط على الرئيس. واضح. هذا هو يختار ما يريد ويتصرف كما يريد. احنا باش نحميوه المسار هذايا وننصحوه. يتصرف كما يريد وفي نفس الوقت كله مش تحميه زهير. يعني نقصد كيف؟ نقصد مش مقلقنا ياسر هاو عيطنا الرئيس ولا ما عيطناش، خاطر ثم ناس متقلقة توا ونجي معاك ويزمك تعيط لي الدليل ونجي معاك ويزمك تشاركني هكا تسمعوا توا ريت ثم ناس بدلت مواقفها ما ماشي باش ناس بدلت مواقفها شو بداوا يشرطوا عليا كل اللي عاملين عليهم زي انا نجي معاك وتشركني لا باش تشرك انت ماكش موجود بالكل ونجي معاك وتعطيني الرئيس الجمهورية خذا قرار مع الشعب احنا واحزاب كثيره مساند لا طالبين منه ولا يشركنا ولا نشركوه احنا مع بعضنا ماذا بينا نتفرجوا من بعيد ونشوفوه ماشي احنا نحبوا وحده شيخ احنا نحبوا البلاد هذه توصل المحطه بارك الله طارق الكهلوي لا انا خاطر نحب جفور روبوندير الحاجه اللي قالها حاجه اللي قالها زهير خاطر فعلا قبل 25 قيس سعيد بالحق كان الناس اللي يدافع عليه ولا انا ساعات والله نوزر ندور نقول والله شكوك في روحك بالك شيء انا اللي كنت ضده والله العظيم انت هاك تشوف فجره كامله انا واقف نكل في الضرب كيفاش دافع قيس درت بعد فتساك نلقى والله العظيم نشد الصف وقيس سير سير ونحن وراك بالبندير قعدت باهت لكن 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 اي 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 لكن لكن اي 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 كنت كيف ما انت كنت مع ناس اخرى وتسيتيرا مش هذيك توك باش نبدو الدوسي هذاك توا نقعدوا لا لا وانت كان باش دورك الثبات على اي اي الثبات انا ماليش ثبات الناس انا سمعت ناس اللي سب في قيس سعيد اشهر من غير ما انا جو بوانت لي دوا لا لا ما غير جو بوانت لي دوا والناس كذا وبيه ومداك وما نعرفش سمعت الكلام هذا وفي الانتخابات تاع 2019 السبان اللي تسبوا ومتاع النهضه وكذا ومتاع نبيل القروي ضد قيس سعيد هاكا شفنا اللي دعمت نبيل القروي ضد قيس اليوم سعيد هاكا شفنا شكون مع النهضه وشكون مش مع النهضه وبالتالي نستويو رواحنا واليوم يا طارق مساله كونتر بوا انا مساله كونتر بوا سي تريز امبورطون انا نعتبر توا توا اللحظه وقت اللي هو ولا قوي الناس تقول له به سي بيان عملت حاجات وثم خط سياسي علنت عليه لكن زاد نحكي والناس مع بعضنا تو مثلا الأسلوب هذي ولنا نعرف فما حتى من أصدقاء قراب من قيس سعيد منظمات قريبة من قيس سعيد فما قلق مثلا من أسلوب التعيين الوزير بالوزير اللي هو قاعد مشي به خاطر تو فما تأخر في إعلان رئيس الحكومة والطريقة التعيين وزير بوزير هذي وزير داخلية ثم ربما وزير مالية غدوة ثم كذا هذي ما هوش باش يخلق استقرار حتى الخط السياسي هو اللي يقول اللي حب يعمله من الجمش يعمله في ظل وضعية كيف هناك عدم وضوح متاع شكون شاد الإدارة متاع البلاد إضافة يعني مسألة الحكومة هذي مقلق البرشة يلزم يتقال يلزم يتقال بلي علاش مقلق فسر لي انا والله ما فهمتش علاش بيان سو هو قال انت عندك كل شيء خلي كمل خلي كمل خلي كمل ارجوك كمل خلي كمل انا نعتبر قال هو راني انا الرئيس الجمهوريه وفي نفس الوقت رئيس السلطه التنفيذيه بينيفيكاسيون هو باري اكزيكوتيف ترى احنا عندنا باري اكزيكوتيف ادوتيت وراس صغير رئيس الجمهوريه وراس كبير عملوه على قد الوزارات اللي حبوا يخدموا ولذلك ينجم بلاش وزير اول هو يسير ها باش نعطيك وين المشكل هو في زوج حاجات اولا ساعه تو مازال ما عندناش حكومه تو في اللحظه هذه وزاره الوزارات المتعلقه بالاقتصاد والماليه ما عندكش كون يسير تعرف شكون يسير فيها يسيروا فيها الكتاب العامين في القصبه تو القصب اللي يصير الحاجه الكورونت هو نبيل عجرود ما قولوها للناس باش تعلم شنو صاير مستوى الاخر هو انه قيس سعيد اي سي بيان مستوى الامني وكذا وشادد لكن على المستوى الاقتصادي يلزمك حد يتبع شنو صاير بالبي والتي انت في عندك وزير يصير في الاقتصاد لا لا طبعا اخي الوزير عنده دور رئيس كيفاش في يا يا سي عبد العزيز انا راني كنت وسط الدوله خلي نكمل موجود خلي كمل هذه وبعد عاود خلي كمل يعني يلا الوزير مش ما يصلح حتى شيء مش كاتب العام تاع الوزاره هو اللي يصير الوزاره واضح فما قرارات سياسيه ياخذها الوزير وهو كذا انت عندك حتى توازنات الماليه تو كيفاش تدبر شهاري وتحكي مع البنوك وديكريدي بالمسبق
هذه قرارات سياسية حتى مع الأطراف الدولية في تحذير الاتفاقية مع صندوق النقد وقروض جاية وقروض ماشية، هذه قرارات سياسية. ما تعديو كان خمس أيام يقولوا لك يا طارق ما عملهاش كان الرئيس، لأنه الرئيس المعارف نتاعو ماهيش اقتصادية ومالية. وقعت في فرنسا ووقعت في إيطاليا وفي بلجيكا ما دومش أكثر من خمسة أشهر، لكن بلدان متقدمة وعظمى بالفعل في البلاد هم المديرين العامين والكتاب العامين بتاع الوزارات هذوكم لا كونتينيتي. ما عندكش نفس الأزمة والإدارة العميقة، ما عندكش نفس الأزمة. شكرا لك سي زهير، راهو ضيفنا زاد ما يكفيش. سي زهير المغزاوي نفضلكم. سي زهير المغزاوي، الإدارة عادت إلى عملها العادي من البارح بعد ما تم تجميدها ليومين. أنا الإدارة تخدم وكل، لكن أنا ما نحبش نسلط برشا ضغط زاد على الرئيس بالطريقة ذي، خاطر ثم ضغط كبير اللي موجود في الشارع وانتظارات كبيرة والناس تستنى هاي وين الجماعة ما تمش اعتقالهم وعمال الحضائر يحبوا يخدموا ما نعرف شنو. دونك أنا نقول للتوانسة هذا أخطبوط بتاع فساد وإفساد تمدد طيلة العشر السنوات الأخيرة وموجود في كل مكان، ومقاومته ليست حاجة هينة، مقاومته تتطلب جهد كبير وتتطلب صدق كبير وتتطلب التفاف كبير من التوانسة على هذه القرارات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حبيت نرجع لها حكاية الجبهة وغيرها، تعرف هي الفكرة، احنا بدنا حكينا على الفكرة دي شنية، انه الغنوشي قال باش نعمل جبهة وعملوا بداوا يعمل، ولكن انا نقول لك سي عبد العزيز انه مش قادر يعمل حتى جبهة. نعم لو كان نجيب لا ها شوف لا انت لو تتابع 18 اكتوبر لو تتابع التصريحات خلال اليومين الاخيرين ما بقى حتى واحد، بقي وحده معزولا. انا قلت له في البرلمان هذا راهو، قلت لهم انتم معزولين لا صديق لكم. قبل بعشر ايام في البرلمان تحدثت قلت لهم راهي ستاتي مزلزله، ارجعوا له باش تجي مزلزله اكثر من اللي توقعتوها. وبرشا ناس حكوه وبرشا ناس طلعوا من الفوق يعني وقت يضحكوا في الكلام هذاك هم يضحكوا. وشكونك انت وسفر فاصل ولا وريح عاملين سبع نواب، عاملين سبع عاملين سبع نواب في المجلس في مكتب المجلس وهم يعفسوا ويردسوا في العباد ويعدوا في القوانين اللي يحبوا عليها. سبع من الناس عفسوه المجلس وردسوه وقوانين تاع فساد، هي الاغلبيه اللي عنده جماعه قلب تونس وجماعه ائتلاف الكرامه وهم هو عامل اغلبيه ويقرر وعنف في المجلس وبنيه في المجلس. هذه الديمقراطيه هذا 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 اللي صار اللي تابع عليها سي هذا اللي صار طيله الفتره. وهذاك علاش هذاك علاش معناتها قرارات رئيس الجمهوريه. شفت انا مواقف، شفت فيصل القاسم مثلا شفت كاتب تدوينه اللي كان هالكل هو يسب في قيس سعيد خاطر لقاه شاف. وكلاش انا قلت زاد حاجه اخرى حتى للرئيس ولشعبنا كي تولي عندنا اراده قويه. قال فيصل القاسم قال سيدي التوانس عندهم حق وخي وقال لا قال هو تفرج فما برنامج تفرج في برنامج كان عدى ردود الفعل نتاع التوانس وقال للامانه يبدو الشعب التونسي مع القرارات تاع قيس سعيد. هذاش قال واخيرا وهذيك كتولي راهو شوف الناس تحب توا الغنوشي ويكلم في الطلاين ويكلموا في الامريكان وهالمسمودي هذايا ويعملوا في اللوبينغ هذيك ويدعوا في الفلوس وكذا. انا نقول معناتها قيس سعيد احنا ما عندناش مشكله باش قلنا با انتيري باش نعملوا عركه مع حتى حد وما نش طالبين العركه مع حتى حد، ولكن يزبوا على العالم هذا يحترمنا. وراه انا نقول للتوانسة ما تخافوش، راه العالم هذا يحترم القوي ويحترم اللي عنده اراده ويحترم اللي الشعب كتولي قرارات بتاع شعب وبتاع اراده راه ما نخافوا من حتى حد، لاننا احنا مانيش معتدين على حتى حد. هذا حقنا كشعب باش نعبروا على غضبنا وباش نثوروا ضد الناس اللي استبدوا بينا وظلمونا. حبيت المسار هذا باش نعملوه مع بعضنا كتوانسة. حبيت الديمقراطيه لازم الناس الكل تفهم زاد الديمقراطيه كلنا متمسكين بها مش ديمقراطية الفساد متسكين بالديمقراطية ومتسكين بالحرير هذا كله متسكين بالخبر بيه. تم تفعيل بطاقة الجلب في حق النائب المجمد ياسين العياري. البعض يرجح كفة انه التصريحات الاخيرة ما بعد 25 جويليا هي اللي ادت للايقاف. هذا البعض الاخر يقول لك ليرة هي قضية قديمة ومطلوب من المحكمة العسكرية توا من مدة. نذكر اللي قال به زاد سي عبد العزيز مهم، قرروا فرنسا على علم باللي قاعد يحدث في تونس من 25 جويليا لليوم طبعا، وراهي هي بلا ابلغت بعض السفارات الاخرى. قال انه وضح هيت نحاول للاسف هذه شفت هنا شفت هنا هذه روايات. انا للاسف تو ما نحبش نعلق الرجل الموقف تو بلا 26 في سرديات دعائيه. لكن مره اخرى نقول هو وقع ايقاف وانا ماذا بينا يقولوا لنا شنو على شنو الايقاف باش نحيوا الفوضى علاش توقف وسي امبورطون للراي العام. قرره الرئيس بلغه اخرى هو اداه مجرد اداه في هذا
نحكي على زعما هالمؤامرة كلها شوشت يا سيد الكريم. فات تشوشت على خاطر سيد وقف سيد الشعب يحب يسمع حاجه برا. اسمع عمل تفضل سي عبد العزيز برحمة تمك عود عيط لي نهار ما باش يوقفوا حتى حد. شوفي جينا باش نحكيو على الامور الجوهريه ولا نحكيو على ياسين العياري ضربنا التروكار. راهو فما امور جوهريه في البلاد. تفضلوا الامور الجوهريه. هاو باش نقول لك تفضل الامور الجوهريه. فما الاخبار العاجله. استنى سامحني. انا في اعتقادي انه هذه بدايه الخطوه الاولى. كانه واحد ماشي لصفاقس ووصل للباب عليوة يلزم في خطوات اخرى وخاصه في اعتقادي هو القضاء. المرض الكبير اللي موجود في تونس هو القضاء. هذايا كان القضاء يترجل ويولي يخدم بصفة طبيعية وعادية. تو تشوف هذه الإيقافات وكذا كان الناس تعرف وتولي عندها ثقة في القضاء وما توقف الناس كان الناس اللي يلزمها تتوقف وتسيب الناس اللي يلزمها يتسيب. اللي نعرفوا العباد الكل اللي فما على الأقل تو في تونس على الأقل فما 300 قاضي ينتميوا إلى حركة النهضة وينفي ويطبقوا في تعليماتها حتى كي تبدا ماهيش مخالفه ماهيش مع القانون. وشفتوا العباد اللي شدوهم وربطوهم وقت يربطوا حاجتهم يربطوا واحد يربطوه هو اسمه نبيل القروي يسيبوه ليل صلاله باش يشارك في الانتخابات. ولذلك فما حاجات فما اولويات كبرى للبلاد مش في الاشخاص في في في, في الاجهزه. هاو بدا بالجهاز الداخلي هاو طلع سي لونجو معناها ماهوش ما يصلحش ونحاوه. هذه هي المشكلة. يلزمنا أنا راني ماني طالب حتى شيء. أنا نحب نعرف كيفاش هالناس هذه وبنى طريقة وبنى وسيلة وشكون مكنهم باش يبركوا على البلاد كشف. البركة اللي بالكوه الحقيقة لكي لا تتكرر. أنا ما حاجتيش باش تربط حد أما نشوفوا شكون عطى الفلوس وشكون أثر وشكون في عود يخدم في الإدارة يخدم في 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 في, في, في النهضة إلى آخره. وش قدر حزب أغلبية الإدارة تولي تخدم فيه. أكيد يلا سي زهير. ولذلك سي زهير مازال معناها واضح واضح كشف الحق. ربي يفرج عليه سي زهير المغزاوي اللي نختم. حبيت نحكي شويه على هالسرديات اللي بقيت تصنع النهارات هذوما. كيما مثلا راهو المخابرات المصريه كانت موجوده في الـ في الـ في قصر كرفاس. اي خمسه ضباط يلا في الوقت فضل سي زهير بسرعه يعني. وعندنا فت رئيس الحكومه وغير الساعه هذه اهانه للجيش الوطني وهو كذلك واهانه للامن الوطني وهو كذلك. هم يسخنوا في الواحد يهينوا في قيس سعيد وهو كذلك وفينا الكل. والحاجه الاخرى السردية الأخرى اللي راهو الفرنسيس في بالهم ولا الإمارات يا سيدي ايش رايكم اللي عبير موسى مع الغنوشي توا دافع على الشرعية وانتم كنتم تحكوا على الإمارات ما هي نتاع الإمارات ايش عملنا فيها توا. شكرا سي زهير المغزاوي شكرا سي عبد العزيز المزوغي. لكن لنا موعد جديد ومتجدد معك سي عبد العزيز. أما راهو مازالوا التحركات أكدوا لي اللي في بعض المناطق في تونس العاصمة مش باش نعطيكم الأسامي لأنه هذا ينجم يكون تدخل في عمل الأمن والقضاء. لكن أكدوا لي توا أنه فما سيارات أمنية قاعدة تتحرك في بعض الأحياء وممكن نسمع بإيقافات جديدة في الساعات القادمة وهذا هو اللي توأكده لنا. يلا إيناس أخبار طرقات والطقس هذا مهم اليوم. بعد شوية أخبار إيافهم على رأس الساعة. إنيس المكشيح نرملمو إنيس معكم من بعد أقل من دقيقة. نعطيكم موعد إن شاء الله نهار الاثنين موعد جديد من 9:30 نهار خلود تعود وبقوة إن شاء الله من نص نهار الماضي 3:90 والبرمجة الخاصة. حافظوا على رواحكم حافظوا على تونس. إلى اللقاء. Shell V-Power, le carburant préféré.